تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم مناظرة حول المقترح المقدم من حزب المحافظين في الحوار الوطني بشأن منع من يتنقل من السياسيين بين الأحزاب من ممارسة العمل السياسي لمدة 3 سنوات. يأتي ذلك في إطار سلسلة من الصالونات النقاشية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.